السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر، ولسه بنجدد عروضنا مع حضراتكم من مزرعة أولاد أبو حسن المتحدون بالأسكندرية. طبعا كتير من حضراتكم كانوا محتاجين مزرعة قريبة من اسكندرية، فاحنا جبنا لكم مزرعة داخل اسكندرية، فالعرض ده ما يتفوتش يا جماعة. ولكن قبل ما نبدأ تفصيل العرض، أتمنى من كل راجل جدع من عائلة المزرعة البيتي أي حد يتفرج على الفيديو دوت أو العرض دوت، يا ريت طبعا فاهمين إن احنا ندوس لايك عشان تدعمونا بيه، وكمان عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس واللي محتاج العرض دوت يستفاد بيه. ويلا بينا نبدأ عرضنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما ذكرت لحضراتكم، عرضنا من مزرعة أولاد أبو حسن المتحدون بالأسكندرية النهاردة. أستاذ صبري بيعرض لحضراتكم 12 خروف برقي حر، 12 خروف برقي حر، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة تلحق موسم العيد. وزي طبعا ما حضراتكم شايفين قدام منكم في الفيديو، الخرفان نضيفة جدا جدا جدا. الصوف يا جماعة بسم الله ما شاء الله نضيفة جدا، خرفان شبعانة لبن. يعني انتوا حضراتكم لو تلاحظوا ان الظهر ما شاء الله عليه، الخرفان ذات نفسها يعني قرونها كبيرة، وتلحق بإذن الله موسم العيد مرتاح جدا. بالنسبة للأعمار بتاع ال 12 خروف دول، من 7 شهور لتمن شهور، من 7 شهور لتمن شهور. طبعا خرفان بتالف بقالها فترة وما شاء الله أوزانهم كويسة، زائد إن حضرتك هتقعد شهرين بس هتكمل علف عندك وهيطلع بإذن الله أوزان عالية، وكمان واخدين جميع التحسينات اللازمة. طيب بالنسبة للسعر، عشان ما اطولش على حضراتكم، السعر هيكون العرض دوت 3400 جنيه، 3400 جنيه جملة للراس الواحد. انا عايز اقول لحضراتكم ان العرض اللي فات كان نفس الخرفان بنفس المواصفات، كانت على 3800 جنيه، وتم البيع بحمد الله. فأستاذ صبري نزل في السعر 400 جنيه في العرض دوت عشان الشباب والناس كلها تسترزق. هيبقى سعرنا في العرض دوت 3400 جنيه للرأس الواحد، حاجة بسم الله ما شاء الله، وتكفي ان هي هتلحق موسم العيد. بالنسبة لمكان مزرعة المتحدون، موجودة بالاسكندرية ابيس 8، الاسكندرية ابيس 8. حضرتك لو هتمشي من طريق اسكندرية الصحراوي بعد العمرية ب9 كيلو، هتلاقي الدخلة بتاعت ابيس، هتخش الدخلة بتاعت ابيس وتسأل على كوبري ضف الله. اول ما توصل عند كوبري ضف الله يبقى انت كده وصلت لمزرعه المتحدون. لو حضرتك عايز تستفسر او تتواصل مع صاحب العرض، تتواصل مع استاذ صبري على رقم 0100 81 61 890. الرقم هيكون قدام حضرتك في الفيديو وتقدر تنقله بكل سهوله. واخيرا اتمنى من كل عائله المزرعه البيتي يدوسوا لايك للفيديو لو لسه ما دوستش لايك، واتمنى كمان ان العرض يكون نال اعجاب حضراتكم. لو اول مره تتفرج علينا، يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بتنزل يوميا. شكرا لمتابعه حضراتكم، كان معكم محمد مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.